السيد ولي حميد خارج عقد العمل، ولكن هذه مناسبة شكرها قال واحد المذكرة تم تعميمها من طرف المحافظ العام على المحافظين العقاريين كافة المملكة. هذه المذكرة اللي كانت إطار في سيد المحافظ العام بالتوقيف بالتعامل بالتنازلات والوكالات اللي كانت تعامل الناس فيما يتعلق بالجنوب عنده حالة استثناء. كيف؟ لأنه بطبيعة الحال مدينة الداخلة مثل مدينة ليون هذا ما كانش فيه موثقين أصلا، ما كانوا الكتابات كانت الناس كتبها وكتشاركها عن طريق التنازل والوكالة. المحافظين السابقين كانوا يتعاملوا بهذه التنازلات والوكالة. اليوم صدرت هذه المذكرة في شقها المادة الرابعة المتعلقة بحفظ حقوق العينية اللي كتمنع على المحافظين التعامل بهذه التنازلات والوكالة. هذا الإجراء السيد الوالي قاعد يضيع العديد من المالكين هاد الشاري الناس هاد الشاري الأراضي، قاعد يفتح واحد الباب ديال الابتزاز ديال النصب على هاد الناس. حنا بطبيعة الحال بادئين نجهد في هذا الاتجاه، نطلب السيد الوالي أنكم تدخلوا على هذا الموضوع وتتراسلوا مع المحافظ العام باش يعاود يشوف يفتح مهلة ديال شهر شهرين باش ندفع التنازلات الوكالات اللي عندها، وليش لنا شي حاجة ولو ما وقعت في النهاية السيد الوالي، لأنه راه غادي بزاف ديال الحقوق لا ديال الناس ولا ديال الدولة. حتى الناس ما غاديش تسوي وضعية باش تخلص الرسوم المترتبة على الدولة. بطبيعة الحال ما غاديش تحفظ، على طبيعة الحال التحفيظ هنا كان كيدوز اربع سنين خمس سنين على الناس تسوي هذا الشيء الاراضي، لانه كان الاختصاص مركزي هذه اربع سنين الاخرى ولا الاختصاص بالكاع عندكم السيد الوالي، ولكن الناس اللي كانت شرات هذه 10 سنين 15 عام والله وقع مشكل كبير السيد الوالي والمحافظ نفس الشيء، انكم تستدعوا باش يسمحكم اكثر من هذا الشيء السيد الوالي. شكرا جزيلا.